السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير عليكم. أنا ريان عبد الفتاح حمزة، مساعد تدريس جامعة الخرطوم. سعيدين الليلة في إيكونايل بإنكم تكونوا معنا في السيشن دي. وقبل ما نبدأ موضوع السيشن الليلة، حابين نتكلم شوية عن منظمة إيكونايل. إيكونايل هي منظمة غير ربحية بتهدف إلى رفع الوعي البيئي بالقضايا البيئية عامة وقضية تغير المناخ بصورة خاصة. في إيكونايل نحن بنحلم بشباب واعي بيئياً، قادرين إنه يكونوا أداة بتاع التغيير عشان نحصل على مستقبل بيئي مستدام. محاضرتنا الليلة هتكون بعنوان الاندماج الاجتماعي لتحقيق أهداف برنامج الريد بلس، ودي ما المحاضرة الأولى عن برنامج الريد بلس. كان قبل فترة قدمنا محاضرة بعنوان الحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات الريد بلس، وقدمتها لنا دكتورة سيدة، ممكن ترجعوا ليها على قناتنا في اليوتيوب. سعيدين الليلة بأن تكون معنا أستاذة خالدة محمد أبو زيد، خريجة جامعة جوبا كلية الموارد الطبيعية والدراسات البيئية. ودكتورة خالدة نالت درجة الماجستير من جامعة بحري من مركز دراسات السلام والتنمية، وهي أيضا السودان ناشونال فوكال بوينت أوف أي بي إل سي for regional networking of program of Red Plus in Africa. أستاذة خالدة هي مستشار الموارد الطبيعية والبيئية. سعيدين يا أستاذة خالدة بأنك الليلة تكوني معنا، ويا ريت تعرفينا عن نفسك أكثر. اتفضل يا أستاذة. السلام عليكم كل الحضور الكريم، أنا سعيدة جدا بوجودي في برنامج الإيكونايل عن تثقيف الشباب وكل المهتمين بالقضايا المرتبطة بحياة الناس، القضايا البيئية واللي هي بتأثر على مستقبل الأجيال القادمة. أنا خالدة أبو زيد، ما دكتورة، خالدة بس. شكرا لك كثير يا ريان على يعني التعريف المجزي. أنا خريجة جامعة جوبا كلية الموارد الطبيعية ودراسات البيئية، اتخصصت في مجال الحياة الوحشية، وبزعل جدا لما الناس يقول الحياة البرية، افتكر بينتقصوا من الحياة الوحشية لأنه في جانب بحري وفي جانب زي الطيور، فلما نقول البرية بنختصر. ما كملت الماجستير suspended due للمشاكل اللي حصلت في السودان ضمن الحاجز الأكبر اللي هو كيف نستعيد وطننا بإرادتي. يعني أنا عملت suspension، ما كملت في الماستر في الجزء الأخير اللي هو انتهي من الريسيرش، مفروض كنت أخلصه، وهو عن سد النهضة والتأثيرات على المجتمعات بتاعت النيل الأزرق، المجتمعات الداون ستريم. وحقيقي هو very interesting issues الخاصة بالقضايا المرتبطة بسد النهضة. بالنسبة لي اشتغلت في مناطق مختلفة مع مؤسسات ومنظمات مختلفة، مؤمنة بحاجة واحدة، إنه كل بني آدم عنده رسالة مفروض يؤديها اتجاه وطنه واتجاه الناس وأمته، وده اللي بيخليني أنا أحس أجيف وأوقف كل أنشطتي الحياتية المرتبطة بغير قضية الوطن. يعني ده الإشي الأساسي بالنسبة لي. يعني فالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة للمفقودين وفك أسرى المحتقلين، وأتمنى إنه نقدر نبني وطننا بمسؤولياتنا والتزاماتنا. السيشن الليلة أو المحاضرة الليلة عن أهمية السوشيال انكلوجن إن ريد بلس. ريد بلس هو reducing emissions from deforestation and degradation، اللي هو تخفيف الانبعاثات الناتجة عن إزالة تدهور الغابات. وليه نحن اتكلمنا عن السوشيال انكلوجن؟ ليه مهم جدا إنه يكون في إدماج للمجتمعات في كل برامج أو في أي مشاريع أو في أي عمل؟ مهم جدا إدراك المجتمعات. في الكورة لابد أن يكون في مشجعين،
للفريق ألف والفريق باء، لابد ودل أنت بتقدر تعمل لهم تحريض موبلايزنج عشان يكونوا يشجعوا في الكورة. في السياسة لابد إنه الأحزاب المختلفة تقوم تعمل إشراك للمجتمعات اللي هي بتنضوي تحتها، فالمفهوم بتاع الإدماج هو أصلا موجود، لكن كيف إحنا نقدر نوجده في داخل مفهوم التنمية المستدامة؟ ما وللأسف الشديد في الدول النامية كلها بتعاني من ما يعني ما بتشرك المجتمعات الرئيسة أو الأساسية أو الأصلية أو المجتمعات المختلفة بفئات، يعني على مستوى الناشونال، على مستوى الاستيت، على مستوى اللوكاليتي، على مستوى الفيليج، في إنهم يكونوا جزء من الحركة بتاعت التنمية، من البروسيسنج، من العملية نفسها. فده خلق خلل أساسي في مفهوم التنمية، وخلى التنمية عاجزة ما بتستطيع إنها تنجح، لأنه دايما بيكون في 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 جاب ما استحضروه في داخل التنمية. عشان كده لما جاء البرنامج بتاع الريد بلس، والريد بلس أصلا كبرنامج هو بيعني بالدول النامية، يعني الدول زي حالاتنا نحن السودانيين، السودان ودول أفريقيا عموما وآسيا وأمريكا اللاتينية، اللي هم أصلا عايشين تحت وطأة الفقر، وجاد عليهم الأجريسيف بتاعت الكلايمت تشينج، أثرت عليهم زيادة وانتجت منهم مشاكل كبيرة وما استطاعوا إنهم يقدروا يخرجوا منها. فلقت الدول المتقدمة كيف إنها ممكن تقدر تساعد في العملية بتاعت الإميشنز بتاعت الكربون الطالعة منهم هم، نحن نسبة الكربون الطالعة مننا ولا حاجة، لكن منهم هم نفسهم كيف يقدروا يخففوا هذه الانبعاثات عبر تنمية ومساعدة المجتمعات في الحماية في الدول النامية، في الحماية والمحافظة على الغابات الموجودة وتأهيلها. عشان كده السوشيال انكلوجن عنده حاجتين مهمات اساسيه، نو ون بيهايند، وفي نفس الوقت نو هارم، ما في زول يتاذى وما في زول يكون مخزي. طيب الكونتنت بتاعت السيشن او المحاضره، هنتكلم عن السوشيال انكلوجن كونسبت، وهنتكلم عن السوشيال انكلوجن فيجن، وهنتكلم عن الاوبجكتيف الاستراتيجيك اوبجكتيف والسوشيال انكلوجن في الكونتكست بتاعت الريد بلس كيف، والميجر فيتشر واي انديجينوس بيبل اللوكال كوميونيتيز. طبعا الحته دي مهمه شديد يا جماعه، الناس هتقول لك كيف يعني نتكلم عن انديجينوس بيبل وانت عزلت الناس وناس، ما هنجي نوضحها. وبعدين الفري براير انفورمينج كونسنت، باعتبار انها دي الكونفنشن المهمه اللي مرتبطه بحقوق للاستشاره المسبقه للانديجينوس بيبل واللوكال كوميونيتيز. What is the relation between the social and environmental sounds في الريد بلس والسوشيال انكلوجن؟ وال 3 E بلس كيز approaches بالنسبة للسوشيال دايمنشن في الريد بلس، والثيوري اوف تشينج المرتبطة باللينك بين السوشيال ساوندز والامبروف للريد بلس اوتكمز، وهاو داز ريد بلس ورك ويز ذا سوشيال انكلوجن، والباريرز اند كونسترين اند هاو تو بي انالايز ذيس بارير اند كونسترين، والسوشيال انكلوجن ان جندر ايكواليتي، والميثودز فور انجيجمنت في السوشيال انكلوجن. طيب عشان نفهم السوشيال انكلوجن، الورلد بانك انفايرمنتال اند سوشيال فريم ورك وضع علينا فريم ديفاين انه السوشيال انكلوجن دي هي عمليه بتاعت امبورينج للبيبل تو بارتيسيبيت، وفي نفس الوقت تو جيت بنفيت، وفي نفس الوقت تدخل في العمليه بتاعت البروسيسنج بتاعت الديفلوبمنت، يعني انها بتشمل لي العمليه بتاعت انه هاو تو انكمباس بوليسيز تو بروموت ايكواليتي اند نون ديسكريميشن. يعني ما في، يعني لازم تكون في عدالة ومساواة وما في أي حرمان لأي شخص أو إبعاده. عشان نحصل ديه by improving الأكسس بتاعت people، إنه نقدر نحسن أوضاعهم عشان يقدروا
يصلوا للresources وبالذات ندخل ال poor people وال disadvantaged groups عشان يلقوا كل الخدمات والمنافع المرتبطة بالمفهوم بتاع ال environment بشكل عام بكل ال environmental resources أو natural resources. طيب السوشيال انكلوجن بتعتبر هي الفيتشرز للسستينبل ديفلوبمنت، ده يعني شيء لابد انه نضعه كقاعده اساسيه او كملامح اساسيه في البرنامج بتاع ريد بلس. عشان يحصل سستينبل ديفلوبمنت لابد انه يكون في السوشيال انكلوجن، وده يتم في شنو؟ في كل الانترناشونال والناشونال والاستيت واللوكال بوليسيز اند انسنتيف سكيمز تو ادريس ذا فورست كلايمت انترفيس. Social inclusion is essential about enabling local communities and marginalized groups to be participated and benefit from the policies and measures. يعني لابد إنهم يستفيدوا من هذه البوليسيز، ولما شاركناهم فيها هذه البوليسيز أو السياسات أو التدابير المختلفة أو بتضع الدولة، زي ما قلنا حتكون في مشكلة، حيكون في عجز، حيكون في جاب. كويس؟ فعشان احنا تكون في استمرار للتنميه لابد انهم يكونوا موجودين. وهنا في الحاله دي السوشيال انكلوجن ما يعني ما حنعزل مجموعه ونقول لا ديل هم بس اللي احنا حنركز فيهم، نو، هي على المستويات المختلفه. على مستوى الناشونال لابد انه كل المؤسسات والقطاعات المختلفه والمجتمع بكافه فئاته على المستوى الناشونال لابد انه نشره. الميديا يدخلوا، الميديا بكل أنواعها، يعني إذا كانت مرئية مقروءة كده، الشباب، المؤسسات الأكاديمية، الصحة، التعليم، كل المؤسسات دي، الزراعة، الرعي، لازم يدخلوا على المستوى الناشونال، على المستوى الستيت، وعلى المستوى نجي على المستوى اللوكال. كل المجتمعات الموجودة أو المجموعات الموجودة في القرى هي لابد انها تدخل، اللي هم بنسميهم الانديجينوس بيبل واللوكال كوميونيتيز. والانديجينوس بيبل هم سكان الاصل موجودين في المنطقه دي وتوجدوا منذ تاريخ هذه المنطقه، واللوكال كوميونيتيز اللي هم ممكن يكونوا جاي ظروف معينه او مختلفه وجاي يتعايشوا في الحته دي وقعدوا بقوا جزء من هذا المجتمع واصبحت عندهم إرثهم الموجود في الحته دي. فدي عشان كده بيكون في دايفيرس، بيكون في الجفرمنتال سيكتورز، الايجنسيز، السيفل سوسايتيز، الديفلوبمنت براكتيشنرز، ان البرايفت سيكتورز، كلهم الفاينانشال ديبارتمنت، اي جهه لابد انه يدخلوا في هذه العمليه بتاعه السوشيال انكلوجن في داخل البرنامج بتاع ريد بلس. طيب نجي نشوف البيجن. البيجن مبنيه على انه زي ما قلنا نو وان بيهايند، انه في 3 ليفلز لابد انه يكونوا موجودين، يعني مالتي ستيك هولدرز، يعني كل الناس، الديسابل بانواعهم المختلفه، كل الكوميونتي، نو وان بيهايند. كويس؟ فدي هنا الفيجن، يعني ما في زول برا من هذه المعادله بتاعت الريد بلس. طيب نجي الاستراتيجيه بتاعت الاول اوبجكتيفز بتاعت السوشيال انكلوجن، يعني مثلا اخذنا هنا برضه في السودان انه تو امباور هؤلاء الستيك هولدرز، المالتي ستيك هولدرز، نعمل لهم امباورمنت ونعمل لهم سترينثينج ونركز، يعني نركز بالتحديد في المارجنلايز جروبس والانديجينوس بيبول واللوكال كوميونيتيز، اللي هو الاي بي ال سي، هم انديجينوس بيبول اند لوكال كوميونيتيز، والناس المحرومين او الناس المستبعدين او كده. في نفس الوقت ديل بنتم كيف؟ لابد انه نكون عندهم كابابيلتيز، اللي هو بنعمل لهم كاباسيتي بيلدينج، بنعمل لهم اورينتيشن ورك شوب كده، وبنهيئ الانفايرومنت على اساس انهم يقدروا هم ذاتهم يستوعبوا، وبنخلق شراكات معاهم على اساس انهم يقدروا يمشوا. ده في جانب. الجانب الثاني نعمل تو انهانس الانكلوجن بتاعت البنفيت البنفيشيريز، ونخليهم انهم تو ابزورب الايشو اللي احنا بنتكلم عنه بتاع الريد بلس، وفي نفس الوقت يكون عندهم انبوت فيو. ودي بتتم بهاو تو ليسننج تو ذيم، يعني انت
لابد أول حاجة تسمعهم وتعرف عنهم كويس وتشوف مشاكلهم، بعدك تجي تحدثهم عن الحتة دي. وفي نفس الوقت بنعمل الجانب بتاع اللي هو نتيح لهم الفرص المختلفة، ونديهم الكباسيتي المختلفة، ونديهم السبيس في انهم يعني تو ريز ذير فويسز، وانهم يكون عندهم الامكانية في الديسيشن ميكنج، ويقدروا يفهموا ويستوعبوا الهاو انه تو امبروف ذير لايفليهود، يعني هنا في تو جيت البينيفيت بتاعتهم من الكربون. ولما نقول نون كربون بينيفيت هنا هاو تو امبروف ذير لايفليهود، يعني كيف نقدر نحسن وضعهم المعيشي، يعني الجانب بتاع النون كربون مرتبط بانه تحسين الاوضاع المعيشيه، ما عندهم وين نوفر لهم موين. ما عندهم مدرسه نعمل لهم مدرسه، ما عندهم كده يعني كده، يعني حاجات ممكن تساهم تحسين برضو في جوانب بتاعت التراديشنال فارم، نقدم لهم خدمات مختلفه. تمام. طيب الكلام ده عشان يتم في الريد بلس برضو لابد انه نفهم الكونتكست ده بشكل كويس جدا. يا جماعه الناس المجتمعات الانديجينوس بيبول واللوكال كوميونيتيز اللي هشرحها لك قدام شويه، هم يعني عندهم رايتس، والرايتس بتاعتهم دي هم يعني حصل لها اكسكلود، يعني حصل لهم اكسكلود من انهم يكونوا مندمجين في العمليه بتاعت الديفلوبمنت. فإحنا يعني عشان نقدر يدخلوا في البروسيسنج بتاعت الريد بلس دي لابد إنه نقدر يعني تكون في مشاركة حقيقية لهم، مشاركة فعلية، وديل هم اللي دايما بيعتمدوا في حياتهم. يعني زينا مسكنا الشريحة بتاعت الانديجينوس بيبل واللوكال كوميونيتيز اللي هم بيعتمدوا تماما في حياتهم على الغابات او الفورست، فده اللي احنا محتاجين نضع لهم زي كونسبت مختلفه شويه من الناس التانيين زينا اللي قاعدين في المدن وما عندهم كونتاكت مباشر او يعني ما في استفاده مباشره من الغابات، يهوي لي يجيبوا لي البنغوليز اعملوا عصير واشربوا، لكن ما عارفين مثلا الزول اللي بيجيب البنغوليز ده بيتعب بدر شنو عشان يمشي يجمعه من الشجره، كيف بيجمع بيجهز الاشجار بتاعت الصمغ، كيف بيقدر يعد المعاناه اللي بيتواجهه. فهنا خدتوا الكونتكست بتاعت الريد بلس بالنسبه للسوشيال انكلوجن انه هي it is typically concerned right holders and other stakeholders. الأذرس اللي هم ممكن يكونوا in between the indigenous people and local communities be excluded in development process. Notably, the indigenous people and local communities whose livelihood depend on forest, including equitably women, men, youth. Social inclusion thus referred to post process and outcomes. طيب كيف البروسيس دي بتدي؟ وكيف الاوتكمز؟ اكيد بتجي ثرو بوليسيز بنضع فيها كل الفريم ورك اللي احنا عايزين يعني يعني نقدر بي امبلمنتد، فلابد انه نضعهم في الاختبارات بتاعتهم. ودي بتتم بانه الاوتكمز بتاعت هذه البوليسيز والبروسيسنج داتا بتاعت الامبلمنتيشن بتاع لابد انهم يكونوا انفولف فيها. تمام. طيب قاموا جوش نونس الريد بلس في اجتماع الكوب 16 وضعوا 7 سيف جاردز، والسيفن سيف جاردز دي من اهم الحاجات اللي ركزوا فيها. وانا يعني اللي بعتبرها انها دي حاجه مهمه جدا، يعني خدت زي فريم ورك خاصي بانه كيف نوجد ضمانات بالنسبه للناس في السوشيال انكلوجن خاصه بالمجتمعات المختلفه. اهم حاجه كيف يكون في effective participation للريليفنت ستيك هولدرز particularly الانديجينوس بيبل واللوكال كوميونيتيز. دي
حتة مهمة شديد. يعني هنا البارتيسيبيشن ده، والبارتيسيبيشن طبعا ما بيتم ساكت، بيتم بكونسلتيشن، ويتم الكونسلتيشن ده بانه انت كيف to orientate these people and to empower these people and to consolidate العلاقة بينك وبينهم دي كلها، على أساس إنه يقدروا يكونوا as part من البروسيسين بتاعت الـ Red Plus. طيب لابد إنه يكون في transparent and effective national governance، ويكون في يعني في حوكمة وفي structure، لابد تكون هيكلة واضحة، لابد يكون في legislation، دي كلها لابد إنها تتوضع. في نفس الوقت الـ conservation of the natural forest and biodiversity، عشان هم ذاتهم اللي هيحموا لي المجموعات بتاعت الانديجينوس واللوكال كوميونيتيز اللي هم ديبندن على هذه الناتشر ريسورسز بالتحديد الفورست، يقدروا يحافظوا لي على يعملوا كونزرفيشن للبايودايفرسيتيز ان انهانس سوشيال اند انفيرمنتال بينيفيت. وهم طبعا لما يحملوا محافظه على البايودايفرسيتيز بالتالي هم جيت بينيفيت، والبينيفيت دي في انه على الاقل في استدامه للريسورسز اللي هم بيعيشوا فيها من حياته. في نفس الوقت لابد من حمايه النولج والرايتس بتاعتهم بتاعت الانديجينوس لوكال كوميونيتيز. التراديشنال نولج دي مهمه، لانه نحن حسي مثلا كمثال في السودان اغفلنا عن التراديشنال نولج، فبالتالي عندنا مشاكل كبيره جدا جدا في جاب بيننا وبينهم، بين هؤلاء المجتمعات اللي بتعيش حوالين الغابات وفي داخل الغابات بتعتمد عليها، في انه نخلق نوع من التفاهم بيننا وبينهم، في عجز لانه نحن ما حافظنا على الحقوق بتاعتهم ولا قدرنا نفهم ونستوعب التراديشنال نولج بتاعتهم في البروسيسنج بتاعت الديفلوبمنت. فدي كانت الحاجات المهمه جدا في الريد بلس اللي اتعملت في سنه 2010 في كانكون في الكوب بتاع 2000 بتاع 16. في نفس الوقت اللي هي خمسه الاكشن تو ريديوس ديسبليسمنت اوف emissions، وفي نفس الوقت address the risk of reserve، يعني ما نعمل أي نوع من أنواع التنمية يكون عنده يعني risk على حياة الناس ويكون عنده مشكلة ترجع عليهم بشكل سالب. في نفس الوقت الأبشن المرتبطة ريتش يعني كويس. طيب نجي الميجر فيتشر بتاعت السوشيال انكلوجن، عشان اعمل سوشيال انكلوجن حقيقي ويتم لابد انه يحصل ادفانسمنت للجندر ايكواليتي، لابد. وفي نفس الوقت نعمل انهانسينج اند امبورمنت للسوشيال انستتيوشنز، يعني ودي بيتم الانهانسمنت دي ثرو الكباسيتي بيلدينج، ايجاد الفرص الاوبورتيونيتيز في الاكسيتنت فيزيتنج، يعني كل الاساليب اللي بتقدر تحسن من المؤسسات بتاعت السوشيال للكوميونيتيز المختلفه انها يحصل لها انهانسنج. في نفس الوقت تو ريلايز الرايتس اند ديفلوبمنت برايورتيز اوف انديجينوس بيبل اند لوكال كوميونيتيز، يعني نحن ما نجي بس نجي نتكلم معاهم وحنعمل وحنسوي ونمشي، لابد انه الديفلوبمنت للبرايورتيز بتاعتهم تكون موجوده. عندهم حوجه للمياه لابد انها تتوفر المياه، عندهم مشاكل في المدارس لابد انه يوفر لهم مدارس، عندهم مشاكل في الزراعه بتاعتهم محتاجه لدراسات لازم تتعمل، وده هنا بيتم بالتالي بيتم الانفولفمنت الحقيقي. يعني مثلا زي الصور دي هنا دي مجتمعات مختلفه بنفتح اوبن ديالوج بيتناقشوا بيتكلموا عن قضاياهم ونحن بنكون مستمعين. نجي نعمل مثلا كباسيتي بيلدينج في الصوره الثانيه بتظهر انه اضفنا لهم مهارات جديده وقدرات جديده عشان يقدروا يستوعبوا. طيب نيجي للحته اللي هي بتاعت الانديجينوس بيبول اند لوكال كوميونيتيز، ليه نحن بنشركهم في البرنامج بتاع الريد بلس؟ ليه بنهتم فيهم؟ يعني ليه نحن لابد انه نركز على المجموعه على الشريحه دي بالتحديد؟ لانه يا جماعه الهوم لاند الفرز بتعتبر هوم لاند لبرايمري لايفلوود لاكثر من 70 مليون من الانديجينوس بيبول في العالم، كويس؟ ومجموعه يعني من الرورال كوميونيتيز المختلفين، وهم بيعيشوا حوالين هذه الغابات. وفي نفس الوقت
الستيك هولدر ديل هم عندهم مناطقون وعندهم سياساتهم وعندهم الاكونوميك بتاعتهم وعندهم اللاند تنيور الحيازات بتاعتهم والرايت بتاعتها يعني حقوقهم فيها وعندهم النيدز المختلفه انها should be respected and promoted in red plus should be يعني ما يعني مش مجامله نو no. should be دي الحته المهمه هنا they also possess unique knowledge of forest يا جماعه الناس ديل عندهم معرفه يعني رهيبة في واحدة من القرى اسمها ملم الكور فسألت من المعنى بتاع ملم الكور ملم الكور دي شنو ملم الكور معناه الدليب طيب طب أنا ما شايفة شجرة الدليب 71 في العمر وملم الكور دي واحدة من القرى أبو جيبيها فبقول لي المنطقة دي أصلا مشهورة بالدليب وسميت ملم الكور بمعنى شجرة الدليب لكن نتيجة للتوسع في الزراعة قاموا أزالوا هذه الأشجار من المنطقة حصلت لهم مشاكل واحدة من مشاكلهم يعني الرهيبة في المنطقة دي وفي منطقة تانية اسمها أم كدادة في منطقة برضو أبو جبيها من القرى اللي حوالين أبو جبيها أول حاجة الووتر تيبل يعني حصل فيها شورت بقت أقل من المستوى بتاع الطبيعي المنتوج الزراعي بتاعهم بدأ يقل كله في ترى يعني بعد 10 سنوات دي كل كميات بقت ماشية في انحسار في المنطقة بتاعتهم كدادة مثلا بعد إزالة هذه الأشجار المنطقة ظهر فيها شجر من أشجار اللي بتعتبر من الانفايدر سبيشيز فبالتالي هم واجهوا مشكلة بتاعة أنواع من الآفات اللي هي الدودة اللي هي بقت تاكل لهم بتأثر على الأشجار بتاعت التبلدي تمتص الثمرة بتاعت التبلدي ومن لما تيجي تفتحها بتلقاها جافة من جوا ما فيها حاجة فدي كلها ظهرت نتيجة لأنه الناس ما يعني قعدت مع هؤلاء السكان واستشارتهم على أساس أنهم يبدوا رأيهم ويقدروا يوروك المعرفة حقتهم بأنواع الأشجار وأهميتها للمنطقة وتأثيرها كيف فدي واحدة من الحاجات المهمة شديد طيب قاموا لما عشان يحفظوا الحقوق دي بقى الفاو عملت واحدة من الكونفنشن المرتبطة بالإنديجينوس بيبول اللي هي حقوق المجتمعات دي اسمها البري بروير انفورمال كونسنت ودي هي مهمة شديد هذه الكونفنشن ودي بتحفظ الحقوق للمجتمعات احنا لو خدتيناها يعني انا ما بقدر اعمل سد بتاع مروي مثلا اذا انا ما رجعت للمجتمعات واستشرتهم واسمها هي الموافقه المستنيره الحره المستنيره المسبقه بالترجمه العربيه فدي انك انت لابد قبال ما تنفذ اي مشروع في المرحله الاوليه تو كونسلت this community اللي هم indigenous people local communities اللي عايشين في المنطقة دي وهذه الconvention مهمة لأنها ممكن أنا يعني كمواطن ساكن في الحتة دي أرفع قضية على جهة معينة إنها زي الحس الحصار اللي عاملينه المجموعة بتاعت الاعتصام في منطقة العبيدية ده كان نموذج لو استشارتهم الدولة كانوا ممكن يقدروا يستفيدوا يكون في بنفيت بالنسبة لهم وبالنسبة للتانيين مش هم يظلوا في فقرهم وديل يغتنوا على حساب الموارد حقتهم طيب نتي العلاقة between the social and environmental sounds how it is يعني how to apply the red plus وكيف نقدر يعني انت كان لاحظت لانه الريد بلس ضيق فيه جانبين جانب بتاع الفورست وجانب بتاع المجتمع والقيمه الاقتصاديه بتاعته طيب الريد بلس ضيق نتيجه لانه في كلايمت تشينج حصل وفي تدهور في الغابات وفي انحسار في تواجده على مستوى العالم والاستفادة الحقيقية تحت الغابات دي بالنسبة للمجتمعات اللي بتعتمد عليها بقت ضعيفة لأنه في انحسار فيها غير كده في تقول في الزراعة على أراضيهم وكده وكده طب عشان يحلوا المشكلة دي قاموا جابوا الريد بلس داي فالريد بلس عايز يعمل توازن يعمل توازن بين الإيكونوميك فاليو بتاعت السوشيال وبين الانفيرومنتال ساوند وسلامة البيئة وده كله هيحصل لنا بنتيجة شنو إنه يحصل للكربون
ريدكشن، نقدر نحن نمتص هذا الكربون ونحقق المعادلة بتاعت الميتيجيشن للكلايمت تشينج اللي هي دي فيها سلامة الجميع، يعني الديفلوبد كنتري والديفلوبينج كنتريز، وفي نفس الوقت قدرنا أمننا حياة هؤلاء المجتمعات. وزي ما شايفين حس السيولة اللي بتتاحها السودان دي واحدة من الصاين بتاعت الكلايمت تشينج والإمباكت عادة على الفيرنبل بيبول واللي هم بيعيشوا في مناطق هشة وحياتهم ظروفهم ما بيساعد على إنهم يقدروا، يعني هنا الريسك بتاعهم عالي شديد، بيوتهم بتتهدم، بتعرضوا للموت، بتعرضوا للتشرد، بتعرضوا للنزوح، فدي كلها لابد إنه الناس to be concerned. فدي هنا الحتة المهمة جدا. أنا لما أعمل ريد بلس في السودان مثلا ونفذ البرنامج ده بالشكل الصحيح وأضع البلان بتاعتي بشكل الممتاز الخاصة بالريديوسينج ميشن بلان، أنا بتكون عندي سوشيو إيكونوميك فاليو، وبالتالي هنا السوشيو إيكونوميك إن أنا أشركت كل المجتمع بكافة فئاته بالتحديد الانديجينوس بيبل واللوكال كوميونيتيز وخليتهم هم في وضع كويس وعملت امبروفنج للسوشيال لللايفليهود، وفي نفس الوقت انا قدرت عملت انفايرومنتال ساوند، حفظت الغابات بتاعتي ووسعت فيها. وفي نموذج جميل جدا احنا شفناه في اثيوبيا، يعني في منطقه بتاعت البوتانيك جاردن دي، البوتانيك جاردن دي كانت قبل فتره اتحولت لمنطقه اختفت فيها مجموعة بتاعت نباتات مهمة شديد. قاموا عملوا شنو الناس ديل؟ قاموا عملوا ريهابليتيشن حتى السبيشيز اللي حصل لها ديس أبير، قاموا جابوها فتشوها في مناطق مختلفة وجابوها وعملوا لها سيدلينج في المنطقة تحت البوتانيك جاردن وعملوا ريهابليتيشن للغابات دي كلها. الحصل إنه لقينا إنه كان في ستريم اختفى، الستريم ده رجع تاني لأنه كل الغابات الموجودة في الجبال العالية دي على مستوى البوتونيك جاردن دي في الحديقة النباتية ممتدة امتداد واسع كبير شديد، فرجع الاستريم دي والبول اتملت موية، قالوا كان حاصل فيها جفاف لعشرات السنين. وهم هسي واكتر دولة الآن في أفريقيا هي وزيمبابوي وقدروا يستفيدوا من الكربون بينيفيت في الكربون ماركتس، ودي احنا دارين نصلها يا جماعة، ودي المعادلة اللي احنا المفروض نصل لها، نستفيد بناخذ من الجانب الاستفاده بتاعت الريد بلس ومن خلال اشراك المجتمع، وفي نفس الوقت الحفاظ والحمايه على الغابات عشان بالتالي نكون عملنا ميتيجيشن للكلايمت تشينج. طيب في نظريه كان عملوها مركز الابحاث بتاع الغابات في امريكا وخدتوا فيها الجانب بتاع الدايمنشن بتاع الريد بلس السوشيال دايمنشن اللي هي سموها 3E بلس كي بلس اللي هي كي ابروشز خاصه بالسوشيال دايمنشن في الريد بلس. قالوا كربون افكتيفنس، وقالوا الكوست افشنس دي الاي الاولى اللي هي افكتيفنس، وقالوا الإفيشنسي دي الإي الثانية، وقالوا الإكواتي دي الثالثة، بعد ذاك البلس دي اللي هو السوشيال انفيرمنتال كوبينيفيت. طيب الكربون إفكتيفنس دي كيف بتتم لنا الكربون إفكتيفنس؟ يعني أنا لما أقدر أعمل ريديوسنج للإميشن بالتالي أنا بقدر يكون عندي تأثير كبير جدا على 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 الحياة تحت المجتمع، وفي نفس الوقت على البيئة بشكل عام. الكوست افيشنسي انا لما اقدر اعمل ابزوربشن للكربون في كوست انا بدفع عليه، هنا في ريت بدفع عليه في الكربون ماركت، في نفس الوقت في السوشيال ايكويتي انا هنا بالتالي مستفيد. يعني في غانا مثلا ادونا نموذج في غانا المجتمع قدر وصل لمرحله بتاعت البنفيت شيرنج في انه وصل ل عملوا مشروع لمجتمع مجموعه بتاعت قرى مع بعضها البعض، وقدروا عملوا زراعه للكاكاو، لكن في نفس الوقت حافظوا ما عملوا اكستنشن للزراعه بتاعت الكاكاو
لكن في وزين الغابات بتاعتهم الموجودة عملوا الزراعة، وبالتالي جاتهم البنفيت، وهنا قاموا عملوا ديستريبيوشن للكوست جاهم دي بين بعضهم بعض من الفرق. في نفس الوقت سيم بالنسبة لمجتمعات تانية في زيمبابوي. ده هنا أنا في الحالة دي بقت في شراكة مستفيدين منها، البيئة استفادت، أخذت بنفيت بأنه أنا قدرت أحافظت على الستاندينج فورست، وفي نفس الوقت المجتمع قدر استفاد لأنه أخذ من الكربون ماركتس، استفاد برضو بأنه حافظ على الفاليوز بتاعت الجاتو من البيمنت اللي تم. طيب ده بيدينا نتيجة اللي هو السيوري بتاعت التشنج، السيوري اوف تشنج بالنسبة للسوشيال ساوندز والامبروف الاوت كومز بالنسبة للريد بلس. كيف بتتم اللي هي عندي افكتفنس اند افشنسي كويس بيستم في الديفلوبمنت والامبروفمنت ان السوشيال كونديشن. انا صلحت وضع المجتمعات دي، صلحت لهم سبل الحياة بتاعتهم وكده، وفي نفس الوقت كان الكلايمت تشينج ميتيجيشن ثرو ريد بلس او ادابتيشن. بالتالي انا هنا قدرت خلقت معادله متوازنه فيها مساواه في الحقوق وفي الواجبات. دي هنا المفهوم بتاع ثيوري اوف تشينج، الحاجه كيف تكون حتى لما نجي نحن ننفذ البرنامج مثلا بتاع ريد بلس، طيب الانفولفمنت او الانجيجمنت بتاع الكوميونيتيز المختلفه او الفئات المختلفه، لابد هنا تكون في افكتفنس اند افشنسي في هذا التنفيذ. طيب نجي هاو تو بي يعني في السوشيال انكلوجن ات اول ليفل. يعني فهنا دي بتتم يعني إذا كان في الجلوبال أو الناشونال أو اللوكال أو على مستوى الستيت، إنه لازم يعملوا بوليسي. يعني إحنا هسه في السودان منتظرين البلد أوضاعها تتصلح وتبقى كويسة عشان تتضح البوليسيز حقت الدولة وتعمل انجيجمنت للريد بلس في داخل البرنامج بتاعها. وطبعا البوليسيز دي يعني عشان تتعامل ما مفروض تكون من الطب، لا بد هي زي ما قلنا من البطن، هي تجي وتتوضع الرؤية كاملة بتاعة المجتمعات دي في داخل البروجرام جوفرنس. الحكومة تحت البرامج لازم مهم شديد، لأنه دي هنا الأداء البرفورمانس هنا مهم شديد، لأنك أنت ما ممكن تضع بوليسيز وفيها بعد ذلك برامج ومشاريع وليجسليشن ومش نشو، لما تجي في الأداء والتنفيذ يكون ضعيف. الديسيجن ميكر لابد إنه يكون تدي فرص للناس كلها to hear from them, to listen to them, to raise their voice with them. يعني كل الناس يكونوا involved في العملية دي. طيب نجي للحتة بتاعت البارير and constraints في social inclusion. ومنو هم اللي بيحصل لهم بارير عادة في العملية بتاعت الديفلوبمنت الخاصة بالبرامج المختلفة، إذا افترضنا حتى غير الريد بلس يعني. وليه هم بيحصل لهم كده يا جماعة؟ زي ما قلنا في اكسكلوجن، ويمكن نحن عارفين الكلام ده كلنا، اي زول فينا هنا حسي قاعد في الـ في الـ في الـ في الـ في السيشنز دي اونلاين عارف انه المجتمعات اللي قاعدين في الغرفه دي اللي عندهم كهرباء، اللي عندهم مويه، اللي عندهم انترنت، اللي عندهم اي حاجه، هم عاملين لهم حزن تام كويس. فهنا الاكسكلوجن كان بي بيس اون جندر، بالكلاسز، بالسينيسيتي، بالريس، السكشوال ايدنتيتي، الديس ايبل، بالنسبه للايج يعني الناس الالدر ممكن يطلعون برا، دي كلها مرتبطه وعندها علاقه بالسوشيو ايكونوميك كاركترستيك، ودي حته لابد انه نهتم. ده للناس اللي بيحصل لهم اكسكلوجن من العمليه بتاعه الديفلوبمنت الخاصه بالسوشيال انكلوجن، عشان كده نحن لازم نعمل لهم انكلوجن. يعني ده اصلا من زمانك معروف انه في العمليه البروسيسنج بتاع الديفلوبمنت بيحصل لهم.
برضو بالنسبة للجروب may be excluded from the participating في decision making process also may be يعني ما يكون في equitable chances بالنسبة للناس في ال representation يعني التمثيل بتاعهم يكون ضعيف أو ما يكون عندهم عضوية في حتات مختلفة وبالتالي بيفقدوا فرصهم في إنهم يكونوا عندهم voice في decision making ودي هنا يعني مهمة يعني عشان يحصل يعني حقيقي في climate change action لابد إنه نعاين للحتة دي ونركز فيها بشكل كويس جدا عشان ندي كل الناس فرص كل الناس يكونوا عندهم ياخذوا البنفيت من الـ من 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 البيمنت اللي بيتم ومن الديستريبيوشن بتاع الريسورسز. طيب الحاجه دي يعني هم ما بيعزلوا نفسهم، لكن مثلا ممكن تلقى انه اذا قالوا دايرين ممثل يقوم يمشوا لزول واحد بس هم ده زي الفرماله بتاعتهم هو بس اللي بيمشوا له، وده ذاته ما بيرجعوا بيستشير المجموعات دي، وده كله بيحصل في النهايه بيجي بتلقى انه في الليجل فريم ورك انا ما بكون عندي فعلا فويسز بتاعت الناس دي حقيقيه، وبرضه ما بتكون في اختبارات ثانيه مرتبطه بحياتهم. طيب الكونسترينس الثانية مثلا شنو؟ يعني مثلا في مجتمعات وفي غرى بتكون الترديشنال نورمز بتاعتهم بتمنع مثلا مشاركة المرأة بيحصل لها اكسكلود ما بتجي. يعني مثلا عند النساء في شرق السودان زمان كان بيمنعوا منهم يكونوا في المجتمع في الـ في الـ في الـ في الانفولف في المجتمعات الاجتماعات والمشاركات المختلفة. ما المرأة عيب إنها تطلع أو ترفع صوتها أو تتكلم، يعني دي جزء من التراديشنال كويس. برضو في قوانين عرفية أو قوانين برضو بتحد من وجود مجموعات معينة يعني مثلا، فدي كلها مؤثرة، فبالتالي إحنا لابد إنه نعمل لها انفستيجيشن نعرفها ونحللها ونشوف الطرق لمعالجتها، دي مهم شديد جدا كويس، اللي هي نحن حنقدر نعمل لها analyzing كيف ونقدر نحكي الاناليزنج بتاعها بيتم يعني في 3 دايمنشن. اول حاجه الريكوجنيشن لابد انه الاعتراف بالدايفرسيتي تحت الناس لابد دي مهمه شديد، التنوع الموجود بمختلف اشكال ممكن دي واحده من مشاكلنا في السودان المرتبطه بالتنميه بتاعتنا كويس وادريسنج الستراكشرز الهياكل بتاعتهم والبراكتسز والممارسات اللي بتتم في مجتمعاتهم وانه كيف الـ 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 الاختلاف والتنوع ده كويس انه نقدر احنا نستفيد منه يعني يكون نقدر نفهمه ونقدر نتعامل معاه ونقدر نديه قيمته ونحس بانه ريسبكت المجتمع ده بكافه اشكاله. التمثيل بتاعهم الريبريزنتيشن يعني بتاعتهم لابد ان يكون في جستس للناس كلهم يكون عندهم الحق ولابد يكون في التعبير بتاع صوت مهم جدا انك تسمع لهم يعني تديه اهتمام. لابد انه العمليه بتاعت في الديسيشن ميكنج لابد انه يكون عندهم فويس. ثاني ديستريبيوشن الريسورسز بتاعتهم يعني حسي في ناس كتار عايشين في مناطق ما بيستفيدوا من الريسورسز بتاعتهم، بس زي المثال حسي زي ما قلت قبل الناس العبيديه، يعني المنطقه دي ما مستفيده من الريسورسز بتاعتها، عايشه في فقر والغرى اللي حوالينا المناطق، وبس اقرب مثال هسه السيوله اللي جات ضربت المناطق بتاعت بربر دي، لو في فعلا ديستربيوشن للريسورسز بشكل كويس، المناطق دي كان ممكن تتحل مشاكلها، ويكون في دراسات لتنميتها، ويكون في فعلا يعني اهتمام بحياتها. طيب الحته الثانيه او اللي هي اخر سلايدز بالنسبه او قبل الاخيره الجندر. طبعا الايشو ده هسه الناس بيقول لك الجندر الجندر طبعا ما هو ما كلام ساكت ما جاي من فراغ يعني انا امي ما قريت المدرسه طلعوها من المدرسه مثلا كمثال
ليه؟ لأنه عمها قال البيت عيب من نعتبر المدرسة، لكن بتحسن الوضع بجيل لبعد جيل. يعني مثلا لما نجي الجيل بتاعنا نحن قدرنا دخلنا الجامعة، لكن برضو بعد لقتنا اوبستكلز، لقتنا بارير، إنه مثلا لا ما تسافري تمشي تدري برا، لا اقري هنا في السودان لو فرصتك ما في خلاص اقعدي في البيت، خلاص انت قاعدة كده مالك ما تمشي، يعني سؤال ليه قعدت ما قريت؟ يعني في كونسترينز حقيقية وفي مشاكل. فهنا الجندر دايما مهم بالنسبة للولد ولا البيت والراجل ولا المرأة ولا كل المجتمع بكافة فئاته وتصنيفه. صح في فوكس شوية على الومن لأنه دي حقيقة، دي فاكت لابد نعترف بها، يعني ما نخجل إنه نتكلم فيها، أو ما الناس اللي بيتكلم عنه النوع أو الجندر ده مشكلة وده شنو، ما كده في حقائق لابد انه نحترم بها. يعني نسبه الاميه في المجتمع بتاع المراه قدر شنو، بالنسبه للرجل قدر شنو، نسبه الامتلاك بتاع الاراضي للمراه قدر شنو، بالنسبه للرجل قدر شنو، بالنسبه كده لابد نحللها الناس تفهمها الصح، عشان لما تيجي تضع البوليسيز بتاعتها للديفلوبمنت للدوله يكون في ايكويتي، يكون في ايكواليتي، يكون في نورمال، يعني موفينج في البروسيسنج بتاعت الديفلوبمنت، ما يكون في شيء يعني امبالانس، ما يكون في بلايند، يعني ما في ناس نغفل منهم ما نشوفهم ما نعرفهم بالنسبه كده. طيب ليه تندر بالتحديد في البرنامج بتاع الريد بلس؟ انتوا عارفين يا جماعه معظم النساء، معظم النساء في المناطق بتاعت الغرى والمناطق الارياف بيعتمدوا على الغابات في الموسم بتاع الاوف سيزون، وهم بيشتغلوا بجمع، حتى السمغ العربي الان بيشتغلوا فيه بجمع كل النون وود فورست برودكتس، هم بيركزوا فيها ما يعني يعني يعني، وبيشتغلوا في البوشز الصغيره زي السنمكه والشنو والشنو بيلقطوها. يعني ايلي جروب عندها مجموعه في غري اسمها ام الشيخ مكونه من كوميتي بتاع نساء بيجمعوا لهم السنمكة، الواحدة بتكون لها ثلاثة أربعة شواويل في الموسم وبتبيعها لإيلي. أنا بالنسبة لي هي لسه ما كسبت، لأنه البراند بتاعتها هي مفروض بتاعت النساء من غرية أم الشيخ، أنا أديهم العلام، عشان كده هم النساء بيحتمدوا. الحطب بيجيبوا من وين؟ بيجيبوا من الغابة، بيستفيدوا منه في 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 الكوكينج للناس دي. وهم بالمناسبه اوعى من 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 الـ من الـ 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 الرجال في الحته دي، لانهم بيجمعوا الحطب الساقط لانه بيكون ناشف، ما بيشيلوا الحطب اللين عشان كده ما بيقطعوا شجره. فهنا الاهتمام بالجندر مهم جدا في العمليه بتاعه الريد بلس، وانه اذا ما حصل انجيجمنت للويمن بالتحديد بيحصل فيلير، فدي حته مهمه شديد خالص لابد انها تكون سير. طيب نجي للاخر حاجه، المسج بتاعت الانجيجمنت بتاع الانكلوجن بتاع الكوميونتي او السوسايتي او كده. اول حاجه في اي عمل، يعني مثلا ريد بلس ده اول ما بدا بروف طلعت ودكتوره سيده والمجموعه بتاعتهم كلهم عملوا الاسسمنت اللي هو الانفيرمنتال اند سوشيال ايكونوميك فريم ورك الخاص بالسلسله الاستراتيجيه الخاصه بالريد بلس، واضافوا 18 ولايه عملوا لها كونسلتيشن، دي مهمه شديد. وانت هنا في الحاله دي جست انك تلسم من الناس ديل عشان بعد ذاك تيجي توريهم البرنامج بتاع الريد بلس، وده ممكن يكون عبر الاوبننج دايلوج بتاع الببليك ميتنج ثرو الكباسيتي بيلدينج ثرو الورك شوب، اي حاجه ممكن انت ممكن تعملها. وحديكم مثال بسيط دي هنا في غابه الصنوط، احنا في ناس بيمشوا الغابه بتاع الصنوط دي ما هم ماخدين منها بنفيت، لانه بيمشوا يستريحوا فيها ويشوفوا منظر البحر والشجر والحاجات الجميله كده وشنو شنو. وعملنا زي كويتشنير خاص بالنساء اللي بيعمل البيع عن الشاي، وكويتشنير مثلا خاص بال ال 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 الزوار، وعشان نشوف رايهم في فعشان نجمعهم كان لابد انه مثلا نستخدم Thank you.
الفيديو ده يا جماعة أنا عايزاكم تعرفوا الناس اللي قاعدين ديل كلهم بعد ما فكيناهم خليناهم مشوا. دي كان مثلا عملنا البداية بتاعت الافتتاح، بعد ذاك بقى في كويتشنز بنسأل الناس وقسمنا لهم استبيانات وعرفنا ردودهم وحاورناهم وعملنا دراما وعملنا شغل ده انجيجمنت في البروسيسنج بتاعت أو الانكلوجن بتاع الكوميونيتي أو السوشيال انكلوجن. انت ممكن تبتكر، ممكن يعني عندنا سونج جميله جدا قدمناها، انا في الختام ممكن اسمحكم ليها، عملوها لي الناس عقد الجلاد، والحين اللحن ب شريف شرحبيل، وكان الكلمات لعبد الوهاب حلاوي، والأداء كان لمجموعة عقد الجلاد. أنا كل مرة بقول أنا بحب الصورة دي جدا. شوفوا حرم القرية دي اسمها مدريها، حرم جميل جدا، ده الحرم بتاع القرية لسه ما الغابة وراهم، لكن شوفوا كمية المعاناة بتاعت الفتيات دي اللي بيمشوا 8 كيلو ماشي وجاي عشان يجيبوا الموية وهم عمرهم 15 سنة، تلحصل لهم اكسكلود من العملية بتاعت الديفلوبمنت لأنه ما بيدخلوا التعليم وما درسوا. إحنا محتاجين نديهم فرصة في الحياة، قد يكونوا عايزين يعيشوا كده لكن نديهم فرصة في التعليم. زرنا المدرسة بتاعتهم، المدرسة بتاعت النسبة بتاعت الأولاد أعلى من نسبة البنات، لكن اللي عاجبني فيهم بيدوا تحية للعالم بالرغم إنه المدرسة معمولة من القش، بيحبوا بلدهم. وعشان نعمل تنمية مستدامة في هذه الأرض لابد إدخال وإشراك كل الناس ونحب بعضنا نشتغل بإخلاص. شكرا لكم، أنا انتهيت. شكرا لك يا أستاذة خالدة على المحاضرة القيمة والرائعة. شكرا لك مرة تانية، حقيقة المحاضرة كان يعني full of information. نحن من إيكونايل بنشكرك، كل الحضور زي ما شايفة برضو في الشات إنهم بيشكروا فيكي، فلك جزيل الشكر. ممكن بعدنا نبدأ ناخذ في الأسئلة للناس الحابين يسألوا ويستفسروا. شكرا لك ريان، تسلمي. وأنا يعني مستعدة لكل أسئلتكم، واتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، يعني شكرا لكم كلكم. طيب أحمد يحيى، هنبدأ يا أستاذ خالد نأخذ الأسئلة. فأحمد يحيى اتفضل. طيب مساء الخير، أتمنى أنكم سامعيني كويس. يا مرحب، وما يكون في إزعاج شوية لأن أنا في حتة شبه بابك شوية. تفضل، ما في إزعاج، تفضل. ما سمعين حاجة غير صوت. شكراً 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 جزيلاً أستاذ خالدة، أنا حقيقة استمتعت جداً بالسيشن وحسيت كأنه كانت 10 دقائق، لأنه لقيت نفسي يعني في أشياء كثيرة، سواء كان من ناحية الغابات سواء كان شغل بتاعت اللوكال كوميونيتيز والإنديجينس بيبول، بالإضافة للقطة الأخيرة تجاني والموسيقى للجلات. شكراً جزيلاً. يعني أنا أحمد الطيب إبراهيم يحيى، أنا خريج بتاع فورستري، وبرضه في الهاي ستيت اشتغلت شغل في يعني في الانفايرمنتال فورستري تحديدا، يعني اشتغلت تقييم للفورست ديجراديشن في حتات افتكر انه هي ذاته اماكن بتاع انديجينس بيبول ولوكال كوميونيتيز، بالاضافه لبرضه الاي دي بي اس في غرب جبل مره. وحقيقه استاذ خالد يعني انا شاكر جدا للمحاضره، افتكر انه من المحاضرات القيمه جدا جدا في رايي الشخصي، تحديدا في النقطه بتاعت الانديجينس بيبل واللوكال كوميونيتيز، لانه انا افتكر انه من الصعيد العالمي ممكن مساله الانديجينس بيبل فات خطوات يعني كبيره جدا، وممكن الحراك بدت فيها بدري جدا وفي معاهدات دوليه كثيره حصلت يعني، لكن انفورشنتلي افتكر انه هنا في السودان حتى اللحظه حتى في سياساتنا الوطنيه ما اظن يكون في تطمير وفي كونسيدريشن بالنسبه لي الحشاشه بتاعت الانديجينس بيبل. وفي الحقيقه مساله الانديجينس بيبل في جانب بتاعه الفورستري هي واحده من يعني من جمله يعني اشكاليات ثانيه كبيره جدا للانديجينس بيبل، اللي هي ذاته في مسائل بتاعه من ناحيه الثقافيه ومن ناحيه يعني اشياء كثيره جدا حاصله. ف يعني انا بشوف انه واحده من التحديات الكبيره جدا اللي بتواجه يعني المجتمعات المحلية والشعوب الأصيلة هي مسألة الفقر،
وتحديد الليل عنه احيانا بكون في نقطة انه انت ممكن توقي الزول يكون واعي، لكن في نفس اللحظة هو ما بيملك يعني وسيلة تانية لانه ممكن هو يكون بالنسبة له مصدر دخل. وفي النقطة دي تحديدا خلينا اضيف حاجة تانية اللي هي يعني انا في رأيي الشخصي قاعد اشوف انه في شريحة تانية يعني افتكر انه سيميلي جدا للlocal communities and indigenous people اللي هو الIDPS، وهم دي طبعا يعني جزء منهم كانوا indigenous people ولظروف الحرب ولظروف عموما سواء كانت الحرب ولا ظروف اخرى بيجوا جزء في جغرافيا تانية، لانه طبعا هنا كمان ما بيتم تعريفهم كindigenous people لانه بيجي بعد ما عندهم امتداد تاريخي بالمكان اللي هم حاليا موجودين فيها. فا at the same time هم برضو معتمدين اعتماد كلي على الفورسي. ليه؟ لانه يعني واحد من الحاجات وانا افتكر انه اكتب طبعا يعني في منطقتي انا يعني ممكن صرت موجود فيها انه ممكن الناس يعني عارفين انه والله يا اخي الشيء ده من النتاع بيجينا مشاكل واحد اثنين ثلاثه، لكن لما تسال النازحين والناس اللي في القرى بقول لهم احنا ما عندنا مصدر دخلي. لو انا مثلا لو ما مشيت مثلا عشان احرق فحم ولا اجيب مثلا ايدان اودي السوق ابيعه، انا مثلا اكل واشرب عيالي ده من وين؟ في نفس الوقت هو اوير بجسمه انه والله المساله دي خطيره واحد اثنين ثلاثه. فمساله الفقر هي افتكر انه اكبر تحدي قد تواجه عموما حتى تنفيذ المشاريع اللي لها علاقه بانه تخفف الضغط على الفورست ديجريديشن والحاجات اللي لها علاقه بالفورست بتاع. برضو في نقطه انت ذكرتيه يعني وافتكر انه حاجه مهمه جدا في الستيبس بتاعت تحليل الحواجز اللي بتحصل لو نحن جينا نحلل يعني مساله الانديجينس بيبول وكذا اللي هي النقطه بتاعت الريكوجنيشن. هي طبعا المساله هنا انا بشوف انه عميقه جدا هنا في السودان، والوضع الاجتماعي والسياسي الحالي اللي هنا فيها بخلي بالفعل الحديث عن الانديجينس بيبول ذاته هي غير مقبوله، ما مقبوله ما من الناحيه السياسيه فقط بل حتى من الناحيه الاجتماعيه، لانه طبعا يعني بصوره بسيطه جدا لما تتكلم عن الانديجينس بيبول في ذول بيقول لك امون الماء اصيل في البلد ده، لانه طبعا الناس قد تتناول مساله الانديجينس بيبول وكانه انت داير تعصي الزول ودار مثلا تبقي الزول مثلا في يعني شويه طرف، بما انه الاصح طبعا انه الانديجينس بيبول هم ناس معانين جدا وحشي يعني في حشاشه كبيره جدا لانه ما قادرين يعني ما عندهم مصادر ثانيه انه يعتمدوا عليهم، معرفتهم بسيطه استلم 90% ولا 98% ممكن هم بعيدين من المؤسسات التعليميه. فيبقى انه يعني من التحديات الكبيره اللي هي ذاته القبول الاجتماعي للقضيه ذاته ومسائل لها علاقه بالانديجينس بيبل اللي هو زي ما ذكرت انه بعض السوشيال نورمز يعني نشوف انه لا الموضوع ده كلنا يعني كلنا السودانيين في داعي للانديجينس بيبل. فالمساله حتى من الناحيه الاجتماعيه بالفعل داير شغل عميق جدا جدا يعني. فانا مون والله شاكر شديد جدا. بس اخر نقطه مهمه داير اضيف انه يعني لما نجي نتكلم عن indigenous people في السودان الشريحة اللي ذكرتها قبل شوية شريحة بتاعت الـ IDPS هي مفروض تعتبر برضو من الشرائح اللي قضاياها يعني similar للـ local communities and indigenous people، اللي الآن هم برضو كانوا indigenous people وبيجوا في جغرافيا مختلفة عن اللي كانوا هم أصلا جزء منه، وما ممكن طبعا يتم تعريفهم كـ indigenous people وat the same time لكن من حيث الحشاشة هم في نفس الوضع اللي فيها الانديجينس بيبول. انا في الفتره الاخيره برضه شغال في شغل بتاعه الكلام كنت الانديجينس بيبول، ويعني برضه هي افتكر نفس الاعتباريات ونفس الجوانب اللي ذكرتيها طبعا، لان الفورس طبعا هو افتكر حاجه اساسيه في قضايا البيئه والكلام تشينج. واتمنى انه يعني يكون في حقيقه منصات وسيشنات اكثر في المسائل اللي هي حقيقه انا بشوف انه نادرا ما الناس تتطرق لها وتتكلم عنها. وبشكر منصة إيكو نايل الحقيقة لأنه يعني تتناول المواضيع زي دي، وشكر للمرة الثانية لك يا أستاذة خالدة. شكرا جزيلا. يا أستاذة خالدة ناخد كم سؤال وبعد ذلك تجاوبي. جيبي سؤالين ثاني ونجاوب. أوكي تمام. طيب شهاب. السلام عليكم. شاكرين جدا لأستاذة خالدة على المحاضرة الشيقة، حقيقة استمتعنا جدا بالمحاضرة، ونرجو من منصة إيكونايل يعني تدينا تاني محاضرة في قصة الـ including الـ participant في المشاريع. أنا شهاب الدين من وزارة الري والموارد المائية.
أنا عندي زي 3 أسئلة سريعة كده. السؤال الأول دار نشوف هل السوشيال انكلوجن في السودان دي حققت أهدافها كلها في المشاريع؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، إحنا كان مشينا في تجربة بتاعت وادي الكوع وشفنا مشاركة المجتمع باعتباره ده مشروع ناجح جدا في مشاركة المجتمعات، وشاهدنا يعني في غابات قامت باسم النساء، يعني الجندر له دور كبير جدا، يعني لقينا غابة علوية وغابة سعدية، لقينا غابة زرعوها يعني غابة واحدة فيها 1200 شجر زرعتها مرة واحدة يعني، فكان ده مشروع يعني كبير جدا بمشاركة المجتمعات وخصوصا المرأة. فإلى أي مدى الغابات المجتمعية دي ممكن برضو تكون مساهمة في تخفيف أثر الكلايمت تشينج على السودان؟ السؤال الثالث متعلق بالموارد المائية. نحن بنلاقي متواجهانا مشكلة في إنه نحن ندخل المجتمعات معانا في إدارة المنشآت المائية، في خصوصا مشاريع حصاد المياه. فأنا دعنا نشوف إلى أي مدى ممكن نستفيد من التجربة بتاعتكم في إشراك المجتمعات في إدارة المنشآت المائية للاستدامة بتاعتها. شكرا جزيلا، نشكر منصة كونايل مرة ثانية. شكرا لك يا أستاذ شهاب، وحنشوف رشا. أستاذ رشا لو سمحتي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. محاضرة جميلة أستاذة خالدة. أنا تقريبا من Women Future Tomorrow، ماسكة بروجرام مانجر، فبسأل من طريقة بالنسبة للأويرنس بالنسبة للكوميونيتي والآي دي بيز في الديفلوبمنت بالنسبة للفورستري، والكيفية الميثودولوجي بتاعت الحاجة دي، كيف إحنا نقدر ننزلها للكوميونيتي بتاعنا في الواقع السياسي المرير الحسي عايشينه ده. فالميثودولوجي في الوضع بتاع السودان الراهن ده نقدر نستفيد من الأشياء دي كيف؟ بلوكال ماتيريال، بحاجاتنا الإيكونوميك البسيطة، how can we implement this program. Thank you. تمام. تمام. More questions. ممكن نجاوب على الثلاثة أسئلة دي ونمشي للبعدها. في حقيقة هو أحمد عمل كومنتس أكثر من كونه هو سؤال، لكن بيتكلم عن الفصل بين الانديجينوس بيبول واللوكال كوميونيتيز. هما أصلا ما فصلوهم، بالعكس هما في كل الاتفاقيات خدتنهم مع بعض، باعتبار أنه أنا جيت في غرية سكنت فيها وعشت فيها وبيجيت جزء من الغرية دي وبقت عندي حقوق. والدليل على كده أنه أنت زي جينا خدنا مثال في المنطقة بتاعت النيل الأزرق، النيل الأزرق السكان الأصليين فيها بسيطين جدا جدا، minorities يعني ما ناس كتار، واللي هم موجودين أصلاً في مناطق محددة مثلاً زي باو في مجنو، وهم مجموعة بتاعت القمص. لكن اللوكال كوميونيتيز هم مجموعات كبيرة خالص اللي هي نزحت في حقب مختلفة، جات ناس حمين قرب السودان، ويمكن من أشهر القبائل اللي فيها اللي هو الحسي الهوسة، دل جاي من قرب السودان، ما هم أصلاً ما indigenous people، لكن أصبحوا local communities وعايشين فيها، وبرضو البرنو وبرضو البرتي، ودول كلهم جايين من غرب السودان، لكن أصبحوا local communities وهم متواجدين وعايشين فيها. لكن يا جماعة في حتة مهمة شديد، الزول indigenous people لأنه عنده المعرفة بالمنطقة معرفة كاملة، فعشان كده بيعرف إنه الشجرة دي حافظ عليها والله يقطعها، ومتين يقطعها فيها عمر 200 يقطعه، وكيف يقدر يستخدم المياه، بيعملوا ترشيد للمياه، ما بيستخدموا بطريقة أجريسيف للريسورسز. عشان كده بتلقى حياتهم كلها، يعني مثلا في 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 منطقة مجنو في 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 المحمية تحت الدندر، المنطقة الوحيدة اللي لسه يعني فيرجنت كانت في المحمية بتاعت الدندر، لكن حوالينا تلقى اللوكال كوميونيتيز فيري اجريسيف، لانهم هم اصلا جوا بظروف مختلفة،
ما زي الانديجينوس بيبول قاعدين في مناطق دي نتيجة لمجاعات، دي نتيجة لحروب، رحلوا وجوا يفتشوا على رزقهم، جوا يفتشوا على حياتهم. وعندي مثال لقرية في منطقة بتاعت قابة النور في 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 النيل الأزرق، المجموعات اللي سكنت حوالين الغابة انتهت من الغابة. الآن غابة النور ما في سنة 2010 لما مشيت اختلفت من لما مشيت هسه سنة 2018، ما في، اختفت تماما. فهنا الحوجة بتاعتهم بتختلف لأنهم هم in needs وإن ظروف مختلفة، جو نازحين، جو بظروف برضو المنطقة بتاعت جبل قري، الجايين نازحين من الأنجاس إن هم بيفهموا إنه مفروض يحافظوا، لكن نتيجة للظروف الجو بيها أنت ما بتقدر تحميهم، هم in needs، هم في حالة بتاعت حوجة. فهم قطعوا الشجر بتاع الغابة دي، في النهاية بيقوا لا هم للسكان الأصليين موجودين في المنطقة، لللوكال كوميونيتي جات نازحة لظروف مختلفة وجات قعدت هنا، أصبحوا الاثنين مفلسين، ما عندهم مورد، بيجوا يفتشوا في موارد تانية حوالينهم، انتهوا من المنطقة بتاع الغابات. ودي طبعا بترجع للسياسة برضو تحت الدولة، يعني هنا أنت لما تجيب نازح لا بتوفر له حياة كويسة، وده كله احنا كنا بنتناقش فيها. يعني انا في السيكتور ميتينجز بتذكر بتاعت اوشا وبتاعت اليو ان دي بي، بتكلم عن الحته دي، الدور بتاع المنظمات والدوله في انه النازح ده يوفر له سبل بتاعت حياه عشان ما يكون عنده تاثير سلبي على البيئه، وبالتالي هو يصبح برضه في حوجه ينتقل لمنطقه ثانيه جديده. ودي بالمناسبه يا جماعه بتعمل لنا كونفليكت، بتعمل ايمرج لكونفليكت، فانت هنا لابد تركز كويس. وده بس دي مشاكل الدول الناميه لانهم ما بيفكروا، ما بتبصرين، العقليه بتاعتهم دائما حلول وقتيه ما حلول مستدامه. عشان كده نحن دائما في الفيزيكال سايكلز دي، يعني الدائره اللزجه دي ما هنطلع منها الليس انه نتبصر، تكون عندنا رؤيه. جبنا نازحين في حته واصبحوا جزء من المجتمع الموجود ده بظروفهم الحياتيه المختلفه، لابد انه نوفر لهم ضمانات بتاعت حياه، لانه هم المنطقه دي ذاتها جديدين عليها، ما بيعرفوا عنها، ما بيعرفوا عن قيمتها، ما بيعرفوا عن الريسورسز بتاعتها. هم جايين دارين ياكلوا ويشربوا، جعانين وعطشانين وحالتهم صعبه جدا جدا. يمكن انت حمايتك ليهم انك توفر لهم الظروف الحياتيه المناسبه، ودي مسؤوليه الدوله ومسؤوليه المؤسسات اللي بتشتغل في البرامج دي. دي واحده. الحاجه الثانيه، المجتمعات دي يا جماعه ما فقيره لكن مستنزفه. يعني يا جماعه اديك مثال، القريه اللي هسه انا فيها الصوره دي الثابته تحت البنات دي اسمها قريه مدريها، ديل بيطلعوا اجود انواع التبلدي. التبلدي يا جماعه ال 250 جرام بتاعته ب 9.9 جنيه استرليني. التبلدي ده قروش، دي ما بتجيهم هم، البنفيت ما بتجيهم هم، بيشيلوها منهم بتراب القروش. اذا نحن نؤسس لهذه المجتمعات انه الغريه دي يكون عندها البراند حقها. التبلدي ده طالع من غرية مدريها، تمشي فرنسا دايركتلي ويكون عندهم مفهوم، نفهمهم الفاليو تشينج ونحارب الوسطى اللي بيستغلوهم، نحاربهم ونعلم اولادهم وبناتهم ديل ونسائهم ورجالهم في انه دي ريسورسز حقتهم هم، يستفيدوا منها هم، مش يستفيد الوسيط في النص ولا التريدر اللي بيقوم هو يصدرها. نو يكون في دايركت كونكشن، تصدر من هنا من غرية مدريها دي مباشرة لفرنسا لإنجلترا، زي ما حصل هسي في غانا. وأفتكر معاي محمد آدم وشاف النموذج بتاع القرى اللي هي بتصدر مباشرة الكاكاو لفرنسا مباشرة، ما في وسيط. لابد من محاربة الوسط اللي بيستغلوا الضعفاء دي، لابد. الصمغ العربي هم أغنية، الشجر اللي حوالينهم بتاع الصمغ، يعني النون وود فورست برودكت دي اورجانيك برودكتس، العالم ده كله جاني عشان الاورجانيك برودكتس. نحن ما قادرين نعمل سياسات تحميهم، قوانين تحميهم، ما قادرين ذاته نحن نعمل لهم كباسيتي عشان يكونوا كيب ايبل في انهم يقدروا يشتغلوا في الريسورسز بتاعتهم بشكل كويس. طيب، فهنا هي ما فصل،
لكن لابد إنه تحديد الشهاب من وزارة الري والموارد السوشيال انكلوجين حققت أهدافها. طبعا هي المفهوم ذاته بتاع السوشيال انكلوجين أي صح موجود من نديم، لكن في الريد بلس، الريد بلس يعني يدوب في السودان بادي خطواته الأولى ويدوب انتهت المرحلة بتاعت الريدينس وماشيين للمرحلة بتاعت الامبليمنتيشن، وحصل السوشيال انكلوجين. يعني أنا يعني بفتكر إنه تيم الشقال حتى بالكونسلتن اشتغلوا في الريد بلس بروجرام في السودان، اشتغلوا شغل يونيك دكتورة سيدة والمجموعة بتاعتها، أي واحد فيهم من أعلى لأقل زول فيهم اشتغلوا شغل، كونوا يدخلوا 18 ولاية في البرنامج. انتوا عارفين مثلا كينيا ولا زامبيا ولا كده بيعملوا منطقة محددة as pilot في المنطقة دي بركزوا فيها، بس السودان هنا دخلت 18 ولاية عشان يقدروا يشتغلوا ويلقوا فرصهم في الريد بلس. أنا بفتكر إنها دي حافز كويس جدا جدا. بعد ذاك هي العملية، إحنا مثلا كناس شغالين في الـ NGOs وكده، ونفتكر إنه شغل في الـ NGOs أهم من إنك تشتغل في الـ International NGOs، لأنك هنا أنت بتعمل building للكباسيتي تخليها هي تشتغل، لأن هي بتكون يعني اتاتش طوالي مع الكوميونيتيز، هي اللي بتنفذ. يعني انا مثلا سوى السودان دي ادتني فرصه عمري في انه انا اشتغل في البرنامج ده عبر المنظمه دي. فانا اشتغلت في اكثر من 55 غريه، وكنت مستمتعه جدا لانه انا كنت قريبه من الناس، دار وصل لهم المعلومه دي. يعني مثلا لما حتى اجي اشرح لهم الكربون دايكسايد دي عشان اوريهم انه الكربون ده هو شنو، بقول لهم اعملوا شهيق وزفير مثلا، بجيب لهم الحله والدوكة عشان اوريهم السواد بتاع الحله من ورا ده هو ذاته الكربون ده السواد ده كده، الدخان بتاع الدوكة بتاعتكم لما تعوسوا كسره ولا تعملوا عصيده ولا اي حاجه ده هو ثاني اكسيد الكربون. لكن انتوا بتقدروا تقعدوا وتفتحوا، يعني هسه انا لو جبت دخان شديد بتقدروا ما كلكم بتكحلوا وبتجي جارين، تخيلوا انه الدنيا دي بقت كلها ثاني اكسيد الكربون. يعني لازم تبتكر مسج بتاعتك اللي عايز توصلها تبتكر فيها كيف تعملها، كيف انك انت يعني تديهم الرسائل بشكل يقدروا يستوعبوا لك. معروف انه الترمينولوجيز بتاعت الريد بلس صعبه ما بتتفهم، لكن انت كيف تفكر عشان تقدر تخلي زول البسيط ده يفهمه. فنحن في مراحل في انه نعمل السوشيال انكلوجن زي ما هسه حاصله في الثوره، سوشيال انكلوجن انه دايرين اولاد المقاومه الثوار الشرفاء بيعملوا سوشيال انكلوجن عبر اللجان الموجوده، ده هو نفس الكونسبت. طيب فكره جميله جدا بتاعت وادي الكوادي انه النساء يكون عندهم غابات شعبيه. أسي الغابه اللي شافتها عينكم دي هي غابه تمت هسه الان الحيازه بتاعتها لهذه القريه، لانهم هم بحافظوا عليها وعندهم قانونهم العرفي بيمنع اي زول يقطع شجره، ولو جه زول ساكت مر ساكت. القريه اللي هي في الصوره دي الخلف الحته دي الغابه بتاعتهم حاجه خطيره، يعني انت لو شفتها فيري هيلثي فيري هيلثي، يعني حاجه رهيبه. هم بيعملوا شنو؟ عندهم ناس بيعملوا يعني مونيتورينج طوالي وبيعملوا يعني فولوينج اب للغابه دي، وذلك اي زول داير يقطع على شجره طوالي بسبوه بيحكموه بقانونهم العرفي بعدين بيسلموه للشرطه المسؤوله من حمايه الغابات. فدي انا بفتكر انه وصلت لمرحله زي دي انه يكون في نساء، انا بفتكر ده مشروع مفروض طوالي يحصل له يعني نشروا ويحصل له ديبليكيشن في مناطق ثانيه، لانه ده نموذج جميل جدا ويا ريت تدينا عنه معلومات اكثر عشان ندي النموذج النسوي ده مكانته. في مشروع انا كنت شغاله في مشروع بتاع الووتر شيد في منطقه النيل الازرق، والنساء كانوا جزء من الكوميتي والرجال في الكوميتي في حصاد المياه. انا طبعا ما متخصصه في البرامج بتاعها، زي بتذكر كان عندنا زميلنا اسمه خالد باشمهندس خالد، وهو زول ممتاز جدا يعني هسه في هولندا افتكر، ما رجع السودان. فأنا كنت بس بنتناقش، نحن كنا يعني مع بعض تيم أس تيم، نحن زي 8 في تخصصات مختلفة في إدارة حصاد المياه من المجتمعات، ولأنها دي مهمة لأنه تراديشنال يعني
ويز في الحصاد المياه مهمة شديد. يعني في بنغلاديش عندها نموذج جميل جدا جدا، يعني المويه الحسي شارة في الصحراء في بربر دي، وعندنا نماذج من بدري معموله، وعندنا برامج مبتكره جدا في الانذار المبكر وكده وكده، كان استفادوا من المويه دي، حولوا الصحراء دي لغابات، حولوها لغابات. يعني كانت المياه دي بدل ما تمشي شاكت كده وتشيل الناس وتقتلهم والبهائم والبتاع وتقطع الطرق، كان عندنا برنامج مهم. يبقى انتم ده دوركم كشباب حسي في وزاره الري، كيف تعملوا شراكات مع الجهات المختلفه وتستفيدوا من الظروف اللي هي بتجي فيها الفيضانات بالشكل ده والمأساة الكبيره تحت السيول، تحولوها لجانب ايجابي. طيب رشا، في برامج التوعية للمجتمعات، التوعية دي في كل الظروف انت لازم تشتغلها، بالذات لما تكون شغال في منظمات سي بي اوز، ناشونال ان جي اوز، اي نوع من انواع انترناشونال ان جي اوز، انت بتبتكر الوسائل على حسب المجتمع. يعني انت مفروض تعمل بري ستدي قبل ما تبدا تنفيذ لاي مشروع، عشان تعرف الناس دي هم شنو. الاي دي بيز دي فيهم ناس ممكن يكونوا ما بيعرفوا عربي ذاته، انت حد لازم توجد لهم مترجم، لازم تشوف لهم طريقه او وسائل تستخدمها، لازم تستخدم. يعني احنا مثلا عندنا اغنيه، الاغنيه دي عملناها بنعمل بها تحفيز للناس، بنشغلها ايضا حتى برا السودان بنشغلها، لانها بتعمل تحفيز قوي جدا جدا. بس الصور ساكتة تحت الأغنية دي، لما تشوف الفيديو وتشوف الناس بتكلموا عن نقابات وعن نقابات السودان وشنو شنو شنو شنو، بتديك إحساس حلو شديد، وإنت عايز تنجيج مع الناس دي في الأغنية دي وإنك تكون أسبارت منهم. فإنت ممكن تستخدم وسائل مختلفة. وأفتكر نحن ممكن يا أستاذة ريان تعملي لهم سيشنز خاصة بالنوليدج مانجمنت، على أساس إنه يقدروا يستفيدوا كيف يستخدموا الوسائل المختلفة في العملية بتاعة السوشيال انكلوجن، يعني في ماتيريال سينا مختلفة شديد. يعني كل منطقة أنت بتستخدم لها حاجة أو وسيلة مختلفة. تمام كده انتهيت أنا من الأسئلة الثلاثة. أيوة شكرا يا أستاذة خالدة، شكرا، تسلمي. إن شاء الله زي ما قلتي إنه حننسق لمحاضرة تكون about knowledge management بإذن الله. حنمشي تاني لعصام، اتفضل يا عصام. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أول حاجة أنا سعيد جدا جدا إنه أكون جزء من محاضرة ذات قيمة، يعني تتكلم عن مواضيع راهنة issues. يعني أنا دكتور عصام الدين يعقوب دولبيت من منظمة Practical Action، بعمل منسق تطوير البرنامج في مشروع وادي الكوع اللي ذكره أخونا شهاب قبل شوية من وزارة الري. حقيقة الكلام اللي قالته الأخت خالدة هو كلام مهم جدا جدا، ونحن عندنا تجارب ملموسة في مشروع وادي الكوع في الحكاية بتاعت الانكلوجن جنرالي كده للديفرنت كاتيجوريز بتاعت المجتمع. لكن من خلال اكتشافاتي أنا الشخصية لقيت إنه أكثر فئات المجتمع اللي بتتفاعل مع قضايا البيئة والقضايا الاجتماعية والإنسانية عموما هي المرأة. وزي ما ذكر أخونا شهاب إنه عندنا هنا نساء أسسا غابات بمفرد، الغابة الواحدة بيكون فيها أكثر من 1000 وكذا شجرة. صراحة إذا المشروع جاذب ومغري بيشجع الفئات، فئات المجتمع كلها إنها ممكن تكون engaged في المشروع. عموماً تجربتنا نحن إنه بنشجع إنه نزرع الكيجيا تايبس بتاعت التريف اللي هي الهشاب كمحصول اقتصادي نمرة واحد، ومحصول بيئي كنبات بيئي المردود الاقتصادي سريع جداً جداً، ومشاركته الاجتماع البيئية تفكسل negative impacts بتاعت climate change، ويعمل على الأقل absorption لبعض emissions بتاعت الانبعاثات اللي بتصدر من كل sources، مهم جدا جدا. فأنا بفتكر المرأة في السودان مرأة عندها مروة، أسمح لي أن أقول هي المرأة التي تمتلك المروة بين كل فئات المجتمع، وهي دائما بتتهافت في أنها تشارك في أي إسهامات وبتقود الكامبينز
بتكون مشاكل إنه الناس تعمل غابات، الناس تعمل يعني establishment لأي structures بتاعت مياه وخلافه. نحن متبنيين approach دخلوه ناس يونيب في السودان اسمه الـ IWRM اللي هو Integrated Water Resources Management أو الإدارة المتكاملة للموارد المائية. هذا الـ approach أسهم كثير في تقليل النزاعات والمواجهات بين المزارعين والرعاة اللي كلهم سبب الروت كوزز بتاعت المشاكل دي هي الموارد الطبيعية عموما واللي فيها الغابات والمزارع وخلافه. فأنا بفتكر إنه الأبروتش ده إذا تعمم وبيقى أبروتش، أنا بفتكر إنه الأيدليز بتاعته عالية جدا جدا to be replicated في different sites across السودان، وشاركنا به globally, regionally، ولقى يعني لقى دعم كويس جدا جدا. هي دي كتعليق على الشيء اللي اتقال، ودور المرأة في التنمية وإسهاماتها في إنه to build very strong يعني base للresilience that protect the communities، ومعروف إنه الهشاشة الموجودة في مجتمعاتنا. والصورة الأخيرة اللي اتفضلت بها أخذنا خالدة إنه هي خير معبر عن واقعنا اليوم اللي بنشوف إنه المرأة هي اللي بتقع عليها المصائب، ودائما المرأة نحن نستخدمها كشيلد الدرع إنه نواجه بها المصائب. فالناس كثير في السوشيال انكلوجن جنرال كده لو عملوا سبيشال كونسيدريشن للمرأة أنا بفتكر إنه يكون ده إسهام كبير جدا. سؤالي إنه ليش نحن في السودان إنه صوتنا ضعيف جدا عشان نعمل فند ريزنج للجهات في سوق الكربون اللي ذكرته الأستاذة خالدة؟ سوق الكربون نحن ما عندنا صوت، ولا عندنا حتى الادفوكاسي بوديز اللي بتخلي انه السودان واحد من المتضررين كدولة بتاعت عالم ثالث، واقع عليه العبء بتاع انه يتحمل الآثار السالبة لتغير المناخ، لكن ما عندنا اي يعني فوائد بنجنيها من سوق الكربون، المسألة بتاعت مكافئات الكربون والكربون كريديت وكذا. فيا حبذا أستاذة خالدة لو يعني أدتنا بعض الإضاءات في إنه كيف نحن نصل لسوق الكربون عشان على الأقل نقدر نشيل لنا جوع الكبير جدا، نستثمره في الحكاية بتاعت إنشاء الغابات، نعمل يعني ريزيلينس قوي للمجتمعات وخلافه. شكرا جزيلا، وأنا آسف جدا للإطالة، لكن أنا والله يعني فخور جدا إنه أكون جزء من الحاضرين لهذه المحاضرة. شكرا جزيلا. شكرا مصطفى عصام، شكرا لك على المداخلة. وحننتقل لسؤال تاني أستاذة خالدة. عمران آدم عمران تفضل. عليكم السلام، تفضل أستاذة خالدة. أول حاجة نشكرك كثير ونشكر المنصة للمحاضرة القيمة في السوشيال انكلوجن بالنسبة للرد بلس، وهذه محاضرة مهمة جدا جدا ونتمنى الناس يكونوا استفادوا منها. أنا عندي مداخلة معينة وبعد ذلك عندي سؤال. المداخلة هي أنه يعني المشاريع اللي بتخلي بتقلل من الغطاء بالنسبة للأشجار. طيب نحن في المنظمات، أنا اسمي عمران، طبعا عمران آدم عمران، معليش ما عرفت قبل. أنا من منظمة البرنامج طبعا للمساعدات الإنسانية، أسس ولاية النيل الأبيض كوستي. المشاريع اللي بتكون يعني بتساعد الكوميونيتيز لخفض انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، يعني لابد انه تكون مشاريع هي مطابقه للمنطقه. يعني انت ما ممكن تجيب لك مشروع لكوميونيتي على اساس انه عايزه يعمل تخفيض لقطع الاشجار. دي واحده من الحاجات المهمه، يعني خاصة المنظمات اللي بتيجي تعمل في مجال في المجال بتاع الانفايرومنت، يا ريت تكون مشاريع مصاحبة تكون مطابقة للكوميونيتي على أساس أنه تكون واحدة من الحاجات اللي بتقلل من عمليات الغطاء الجائر بالنسبة لشنو للأشجار واستخدام الأشجار شنو كوقود. طيب الشيء الثاني اللي هو المشاريع ممكن تكون زي المشاريع بتاعت استخدامات الطاقة البديلة والطاقة النظيفة وكذا. الشيء الثاني بالنسبة للlocal community والindigenous people واللocal community، يعني شايف الناس يتكلموا فيها كلام كثير جدا جدا، لكن الحاجة المتعارف عليها وزي ما انت ذكرتي انه الindigenous people لانه هم بيكونوا ناس عندهم معرفة بالمنطقة قبل اكثر من 50 سنة، لانه لما تجي انت تعمل baseline survey لأي منطقة لازم تعرف انه الاشجار اللي كانت موجوده شكلها كيف
ولازم يكون في زول من الناس القدام الموجودين لأصل المنطقة. طيب احنا من خلال الكونفليكت والمشاكل الموجودة في السودان يعني حصلت تغيرات كثيرة جدا جدا في السودان، حصل موفمين زي ما يتكلم الأخ أنه في موفمين بالنسبة للأي دي بيس الموجودين يتحركوا من منطقة لمنطقة، أكيد فقدوا اللوكل بتاعهم الموجودين كانوا فيه البوزيشن اللي كانوا فيه. طيب بعد ذاك عندنا طبعا في السودان برضو عندنا ريفيوجيز، نحن برضو ريفيوجيز برضو يعتبروا من الناس اللي يعني برضو في مناطق تأثروا، في مناطق تأثرت بشنو؟ بالغطاء. كويس، فعشان كده دي واحدة من الحاجات أنا كنت بركز في أنه المنظمات اللي بتجي تعمل في مجال الخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مهم جدا جدا تكون يعني مشاريع تكون مصاحبة، مشاريع تكون مصاحبة ويستفيد منها المجتمع عشان يغلل من الأثر بتاع شنو؟ خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. بالنسبة لسوق الكربون يعني أنا يعني كنت عايز أعرف عنه حاجة لكن شايف الأخ سأل فيه، وأنا بشكر أستاذ خالد كثير جدا جدا للمداخلات والمحاضرة الغيمة، ونتمنى أنه يعني تعرض في الناس في اليوتيوب على أساس أنه الناس تقدر تستفيد أكثر. شكرا. إن شاء الله يا أستاذ عمران حتتعرض في قناتنا على اليوتيوب. يا أستاذ خالدة دي كل الأسئلة هسه فاتفضلي. تمام، شكرا لك ريان. طيب أول حاجة شكرا دكتور عصام الدين من براكتيكال أكشن. براكتيكال أكشن واحدة من المنظمات اللي هي كانت معانا من البداية في الشغل بتاع السوشيال انكلوجن على المستوى الناشونال، المستوى الناشونال يعني في البرنامج بتاع ريد بلس. نحن كناشونال ان جي اوز اس بارتنر بالنسبة للهيئة القومية يعني، فهم حقيقي عندهم تجارب المميزة جدا بالذات في الامبروفد ستاف. هم مشوا فيه بالذات في الانرجي، مشوا فيه مراحل بعيدة، وفي الشغل بتاع الووتر برضو عندهم هم الاس او اس ساحل عندهم انبوت عالية جدا. بالنسبة للانتجريتد ووتر ريسورس مانجمنت سنة 2010 اللي هو لما عملوا البرنامج بتاع المشروع الكبير الضخم بتاع السب ريجونال بروجكت خاص بالووتر شيت لمناطق المنطقة اللي هو السودان وإثيوبيا وإيجيب، كان وضعوا واحدة من الكومبوننت المهمة شديد اللي هي الانتجريتد ووتر ريسورسز مانجمنت، ودخلوا فيها كل الستيك هولدرز ريليتد ودربوا الناس. انا بس اللي بقول شنو، انا بقول انه نحن مشكلتنا في السودان وفي الدول النامية عموما في السودان بالاخص ما بنشوف التجارب اللي سبقتنا ونستفيد منها ونوسع فيها. يعني الليسون ليرن بتاعتنا ضعيفة شديد، والسكسس ستوريز ضعيفة، محتاجة إنه الناس تبحث أكتر وتضع يعني الدراسات دي بإنها تكون available لكل الناس عشان يقدروا يستفيدوا منها. لأنه لاحظت ده من يعني من تجربتي المتواضعة في الحياة دي إنه كل زول بيجي بيعمل حياته براو ما بيستفيد من المشاريع اللي قبله سبقت يعني في مناطق مختلفة مع منفذين مختلفين. ده رجعنا لحتة مهمة شديد، نحن الآن في العصر الحالي محتاجين لشغل بتاع كونسورتيوم. ما بينفع شغل بتاع الانديفيدوال ده، ما بينفع عشان نحن نقدر يعني تفايت الكلايمت تشينج. ما بينفع انه كل منظمه تشتغل برا، ما بينفع كل مؤسسه تشتغل برا، نو ده كده ما بيجيب حاجه، ما بيجيب نتائج ولا بنصل للشيء اللي احنا دايرينه. لابد انه يكون اس وين يونت يتعامل يعني بير سترونج نتورك، ومن خلاله يتعامل مشاريع بتاع كونسورتيوم اس بايلوت في مناطق مختلفه، ويحصل لها دوبليكيشن لما تنجح على اساس انه تنفذ المنطقه الثانيه. لانه ضعف المعلومات ومشاركتها يعني النوليدج شيرنج دي فيري امبورتنت. انا ما عارفه ليه في السودان كل زول متحجر وما يمسك معلومته وخطيها عنده،
يعني هيستفيد شنو؟ ما هيستفيد حاجة. لابد إن المعلومة تكون متوفرة، المشاركة تكون واسعة. دي التحديات، دي التحديات اللي بتواجه الدول النامية. فنحن عشان نقدر فعلا نعمل انتجريتد، مش كده بس، يعني الانتجريشن ابروش ده هو الوسيله الوحيده لانجاح اي بروسيسنج بتاع ديفلوبمنت. اي بروسيس بتاع ديفلوبمنت تسنيد انه يكون في انتجريشن ديفلوبمنت. والانتجريشن ده هو ذاته محتاج لشنو؟ محتاج للسوشيال انكلوجن، انك انت بتجيب كل فئات المجتمع وبعد ذاك تيجي تعمل بروجكت بتنفذه وزن مجموعه، بدل ما تنفذه منظم واحد يكون كونسورتيوم كل زول، يعني مثلا ناس براكتيكال اكشن شغالين في الطاقه وممتازين عندهم تجربه كويسه يكونوا ماسكين الطاقه، ناس اس او اس ماسكين المياه، ما اعرف ناس منه ماسكين كده، يبقى بروجكت كبير وضخم وعنده نتائج. وهنا الكومبيتيشن بيكون هيلثي لانه كل زول عايز ينجح في المجال بتاعه عشان تقدر تمشي فيه. فالريد بلس عنده فرص اوبورتيونيتيز واسعه جدا، لكن لو كل منظمه اشتغلت براها ما حيكون في انبوت كويس، لانك انت عايز تشتغل مع مجتمعات، عايز تشتغل مع مجتمعات، عايز تملكهم قدرات، عايز تملكهم كده. فانت لازم تجيب تجربتك الواسعه الكبيره في الحته دي مع منظمه ثانيه في تجربتك كده، يتعامل مثلا بروجكت كبير ضخم جدا يكون فيه المفهوم بتاع الانتجريتد ابروش، يتنفذ فيه المياه والطاقه والصحه. وبالمناسبه الكروس الريد بلس، الريد بلس هو كروس كاتنج ايشوز، بتدخل فيه الصحه، بتدخل فيه التعليم، بتدخل فيه دي واحده من النون بنفيت شيرنج. فانت ممكن يعني ممكن تلقى بروجكت خاص بالريد بلس يغطي كل الحاجات بالنسبه للبنفيتس يعني اللي بيلقاها الكوميونيتيز. دي واحده. السؤال بتاع عمران او التعقيب بتاع عمران وبرضه عصام الخاص بالكربون ماركت، نحن لسه شويه لانه الكربون ماركت مع العلم هم اختاروا في ناس اللي اسمه شنو؟ ناس البرنامج بتاع الريد بلس عندهم ثلاثه خطط خاصه بالريديوسينج ايميشنز بلان، وديل في منطقه افتكر تحت القضاري ومنطقه النيل الازرق وافتكر في دارفور منطقه جبل مره ولا حاجه زي ما متاكده منها. وده الشغل بتاع اللي هو بتاع انك انت الكربون ده بالمناسبه ذاته عنده يعني عشان تعمل كربون يعني ندخل في سوق الكربون لابد انه مثلا غاباتنا تكون بمستويات معينه عشان يقول لك الكربون ده الفاليو بتاعته عاليه شديد، واللاندسكيب بتاعتنا كويسه خالص يعني عندنا الجرين كفر مغطي مساحات واسعه شديد جدا. فهي يعني ده شغل تكنيكالي مرتبط بناس القابات، ومفروض بعدك بينزلوه على ارض الواقع مع ناس مع الكوميونيتيز والبارتنر التانيين اذا كانت منظمات او غيره. ونحن لانه الدوله بتاعتنا ما مستقره يعني زي ما قلت لكم البوليسيز بتاعت السودان الخاصه بالريد بلس ما من ناحيه بتاعت حكومه والجفرمنت اساس انها يعني تنتروديوس الريد بلس وزين البوليسيز بتاعتها وتطلع بعد ذاك القوانين وتجهيزها وكده وكلام زي ده كله حصل لها طق نتيجه للانقلاب اللي حصل ديه. يعني كان ماشي كويس، يعني السودان كان جايو فند كويس جدا كل المنظمات دي ممكن تشتغل فيه وكده مع الـ مع الـ مع البرنامج بتاع الريد بلس، لكن حصل استق، فبالتالي البوليسيز حصل لها تجميد ما اتعملت، لانه يعني حس الواقع بتاع الدوله انه ما عندنا دوله، يعني ما في اي شيء شغال يعني واقف كده كله هنا. فده كله محتاج لانه الوضع بتاع البلد يستغير عشان نقدر نمشي لقدام، عشان الريد بلس ذاته يقدر يمشي في مراحله، يقدر يساعد في البرامج بتاعت الامبلمنتيشن. صح في دول زي ما قلت لك زي اثيوبيا وزي زيمبابوي طلعت بدت من الاسم شنو بدت طوالي من الكربون ماركت ومشت فيه، لكن كانت اوريدي عندها دراسات اللي توجدت والبوليسيز بتاعت اللي اتعملت، يعني قدرت انها تدخل في البرنامج بتاع الاميشنز
reducing emissions plan already وضعت ومشت فيها steps وبالتالي قدرت حددت يعني المناطق اللي ممكن الناس تشتغل فيها للكربون ماركت. الحاجة الثانية انت ذاتك عشان تشتغل في الحاجة دي لابد انه تعمل سيرفي كويس جدا جدا، تتاكد انه في غابات هيلثي، تتاكد انه اللاندسكيب بتاع الجرين كفر اتس فيري جود وكده، يعني في حاجات تكنيكال كتيره شديد انت لازم تعملها عشان تدخل في الكربون ماركت، يعني ما ساكت كده الناس بتقدر تدخل فيها. امريكا اللاتينيه فاتتنا شديد 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 جدا جدا لانه المجتمعات هناك مشوا بدو بدري، يعني بدوا بدري خالص جدا الدول وقدرة نافست في سوق الكربون. احنا هنا هسي ممكن نشتغل في البرامج بتاعت الريهابليتيشن الخاصة بإعادة تأهيل الغابات وتحسينها ونشوف المناطق الهيلثي شديد نركز فيها في حمايتها والمحافظة عليها والمحافظة على الإيكولوجي والبايودايفرسيتي. وفي حتة هنا أنا بد أن أذكر عليكم جماعة الناس غافلين عن سد النهضة والإمباكتس بتاعته السايد إفكت بتاعته على الناس الموجودة وعلى الإيكولوجي في المنطقة بتاعت النيل الأزرق. ربنا خلق المنطقة دي طبيعية جريان النيل فيها والفلاتس فيها، البني آدم هو حور المنطقة دي وعمل فيها يعني ديتوريشن لللاند بتاعتها وعمل ديجريديشن في الصويل وعمل مشكله في ديفورستريشن، فبالتالي مثلا الفيضان بقى يعمل تاثير، يعني ما يمسكونا مثلا الاثيوبيين يقولوا لنا الفلاتس ده قاعد ياثر عليكم نيجاتيف وقاعد يغرق لكم، ابدا. احنا لو عيدنا تاهيل الغابات النيليه في المناطق دي احنا بنحافظ على الحياه بتاعت الناس في الحته دي، لانه معروف انه الشجر هو الكائن الوحيد اللي بيقدر يتصدى للمياه، يعني اكثر من انك تعمل لك سد باسمنتي ولا غير النبات ده، بس ربنا خلاه كده البني ادم يستفيد منه في كل انواعه. يلا احنا لما نيجي نعمل ريجوليشن للووتر دي، المويه دي ما حتصل للبولز والميعات المختلفه الميدوس اللي هي بتقوم عليها غابات مختلفة زي غابات الصنوط، بس بتلقى في كل منطقة فيها معاب بتلقى غابات كبيرة جدا جدا قاعدة حوالين الأزرق دي وبتعتمد عليها الناس. لما نحصل شرينكين للووتر دي ويبقى بس المجرى بتاع النهر ده حق النيل الأزرق دي بس ماشي في الموية دي، وبعدين ما تنسوا هم حيرسلوا لنا بيور ووتر وزاود صويل ده كده الصويل حيعملوا به ترسيب ويعيدوا به تأهيل الغابات بتاعتهم الأراضي بتاعتهم حصل لها ديجريديشن هناك، بيشيلوا يعملوا سيدمنتيشن وده اللي حصل، يعني عملوا سيدمنتيشن للصويلز في مناطق وعملوا بها تأهيل للغابات بتاعتهم، فبالتالي بتجينا الووتر بيور ما فيها طمي، فبالتالي بتقلل الخصوبة بتاعت يا جماعة إحنا يعني عشان نحافظ حتى على الفرص بتاعتنا الموجودة حاليا مثلا في منطقة النيل الأزرق وتعتبر من أكثر المناطق هي الغنية بالجرين كفر، يعني هي والمناطق بتاعت جنوب كردفان، إحنا مواجهين مشكلة كبيرة شديد مع سد النهضة. ركزوا في الحتة دي، ركزوا فيها عشان يبقى عندنا سوق بتاع كربون، لابد نحافظ على الحتات اللي عندنا فيها جرين كفر كويسه جدا، اللاندسكيب بتاعتنا بتاعت الجرين كفر تكون كبيره وهيلثي عشان تدينا قيمه بتاعت الكربون، يكون كربون جيد بيقول عليه عالي الجوده، اللي هو لما تكون الحته كلها جرين كفر معناتها الابزوربشن بيكون كويس خالص، يعني الابزوربشن بتاع الكربون بيكون كويس جدا، ممكن يصل للصويل، ممكن كده بيحصل كده، بالتالي انت بتديني يعني هسه مثلا اثيوبيا بتبيع اعلى دوله في افريقيا بتبيع الهناي ب 9 دولار. يعني اللي هي دي نتيجه النوعيه بتاعت الغابات اللي عندها والجرين كفر اللي عندها. عرفت كيف؟ فنحن محتاجين للحته دي، محتاجين نركز في حاجاتنا دي بشكل كويس خالص. والحمايه والمحافظه محتاجه الاستابيليتي بتاع الدوله، اذا الدوله ما ستيبل ما حيحصل، لانه حتكون في حروب، في نزوح، في مشاكل مختلفه، بالتالي في اهدار في الريسورسز. فهي حاجات متشابكه، انا بتمنى انه
يكون واحدة من السيشنز الثانية مرتبطة بالإمباكتس بتاعت الدام بتاع الجريتر دام بتاع 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 السوق. شكرا لك يا دكتورة خالدة. ونحن من إيفا ريانة يا خالدة. معلوم أنا مصرة كل عمر أقول لك يا دكتورة. والله you deserve it لكن شنو ما مشكلة. خلاص يا أستاذة خالدة إحنا شاكرين ومقدرين لك من إيكونايل, وإن شاء الله دي ما هتكون المحاضرة الأخيرة لك معانا بإذن الله, هتكون تاني في سلسلة بتاعك محاضرات عشان نتعمق أكثر في الموضوع ده. فشكرا لك. السلام عليكم. أنا أول حاجة بشكر كل الحضور, بشكر كل الناس اللي استفهمت واستفسرت, وأتمنى إنه أكون رديت لهم بإجابات يعني شافية ومغنعة. أنا يا جماعة تجربتي متواضعة وقاعد أتعلم ودايرة أعرف أكتر, وما عندي أي موانع في مشاركة الناس بالمعرفة. مهم جدا مشاركة الناس بالمعرفة, مهم جدا إنه نشتغل مع بعض, مهم خالص. نحن عايزين نقول البلد دي نحو القدام, لابد إنه نشارك الناس كلهم مع بعضهم البعض في العملية بتاعت البروسيسنج للديفلوبمنت. No one behind, no harm. Together we can do. سوا بننجح, مع بعض بنقدر. برانا أبدا, كله حيكون كلام فاضي بعد ذلك. إهدار للرسورسز, إهدار للطاقة, إهدار للعلم, إهدار للمعرفة إذا ما بقينا سوا. أنا بتمنى إنه المساحات اللي بتتوجد إنه الناس تشارك فيها. شكرا لكم كثير لإيكونايل, لريان, لشهاب, لياسر, لكل التيم الشغال. أنا بفتخر به جدا, شباب واعي وعنده مسؤوليات اتجاه بلده واتجاه الناس, وقاعد يقدم بعمق وبحب وبعطاء. حبوا الحاجة بالحب بتقدر تنجح فيها. انت لما تيجي تعمل اي شغل اعمله بحب عشان تقدر تخلص فيه وتنجزه. البلد دي محتاجة محبة كبيرة, على قدر المحبة انتوا حتنجحوا ان شاء الله. شكرا لكم, كتر خيركم كتير. شكرا يا دكتورة, مع السلامة, الى جلسة اخرى ان شاء الله.